السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان ديالنا، نهاركم مبروك، نتمنى الله تكون على خير وبخير بصحة جيدة رب العالمين. عواشركم مبروكة ويجعل ربي يتقبل منا ومنكم جميع المسلمين رب العالمين، يجعل ربي يتقبل منا صيامنا وصيامكم. الأيامات الأخيرة بقى إن شاء الله العيد كما كتشوفوا معنا، هذا الفيديو الأخير ديال رمضان إن شاء الله، نتمنى الله الصحة والسلام. غنعطيكم الخدمة الجيرار إن شاء الله يا ربي، هي كتكون من السوسول أو لاكاب زائد ريتشوسي ميزاني ار بلوس كات. البرج اللي كتكون اللي كيجي فيه 171 متر. نسبق نعطيكم فيديو ديالو من البداية، ما شاء الله ربي تنكملو معاكم الفيديو ديالو، غنعطيكم بعض المعلومات اللي هي مهمة ومهمة جدا. الناس اللي كيتابعونا معانا وكيعملو الثقة ديالهم فينا كنشكرهم بزاف بزاف، نقول لكم دائما مرحبا بكم عند شركة هادي جلوفار أو البناء عبد الهادي، خليكم تتابعوا معنا. نعطيكم بعض المعلومات على السوالي ديالنا اللي عمرنا هنا شنو فيهم، تابعوا معنا. بالنسبة للإخوان ديالنا تبارك الدراري كيجمعوا هذا النهار الأخري، جمعوا لنا الماتريال كلشي قادوه، حيت صراحة الدراري تاهما كيعملوا المجهود ديالهم. حنا نبقى نعطيكم فيديو كما قلنا لكم الأخر إن شاء الله يا ربي ديال هاد الأيامات هادي. بالنسبه للسواري ديالنا هما هادو كما كتشوفوا، السواري ما شاء الله ها هي السريه من راس القاع، هذه السريه فيها 40 على 50، 40 على 50. ها انتم كما كتشوفوا معنا دائما الجوده والاتقان، هذه الاوليه. نعطيكم صوره اخرى على السواري الصغار اللي عندنا، صغارين ها السواري الصغارين اللي كاينين، هادو فيهم 35 على 35، هادو هما الصغارين. ها انتم ها السريه من راس القاع ما شاء الله. خلينا شي تعليق على هاد السواري وشي لايك. هانتوما كيما كتشوفو معنا الدراري كلشي جمعو الماتريال كلشي قادوه، نهار لخر كنعملو فيه غير نتوياج ونجمعو المسؤول ديالنا. هانتوما السرية الثانية حتى هي 40 على 50، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هاي الصورة من راس القاع، من بعد نشرح لكم الحديد ديالهم ان شاء الله شحال فيهم براد الحديد. هذه السرية القمح حتى هي 35 على 35، اغلب السواري عندنا كبارين 40 على 50، يا ما شاء الله. عندنا حتى 60 على 45، انا نقربها لكم عاود. هذه 50 على 40، انتم ما شاء الله كتشوفوا معنا السواري لي بوطو كيفاش كيجي، راه كاين الجوده والاتقان، وكنتمنى الله يحشنا. حنا كنعملو المجهود ديالنا باش نجيبو شي حاجه في المستوى. الناس اللي كيعملوا الثقه ديالهم فينا وكيعطيونا الخدمه ديالهم، نتمنوا الله لا يحشنا معاهم. هذا واحد من الديار البلجيكيه، نشكروا بزاف بزاف، الله يوفقه والله يستر الامور ديالو. هذه 50 على 60، ها هي هي 50 على 60، نوروا معاها. خمسين على ستين، عندنا واحدة أخرى هنا فيها 50 على 60، هي السواري كبارين صراحة، ها فيها مثال الحديد، هازي الحديد بزاف، حديد 16. بالنسبة للسنسور حتى هو عمرناه، ها هو وقفتكم، بقى واقفة على الكوفراج ديال الدار إن شاء الله. ها هو السنسور صراحة الإخوان ديالنا، باش كنخدمو السواري باش كيطلعو لنا مفيلين مزيان، كنخدمو بهذا النوع ديال الخشب، عقباتكم هاد النوع ديال الخشب هذا راه كي خزيت الثمن صراحة، كيحمر لك وجهك مع المهندس ولا مع مول البروجي ولا مع الناس اللي كيدوزو كيشوفو الخدمة. الحمد لله راه كلشي في مستوى. الإخوان ديالنا كيما شفتو معنا، عطيكم هاد الفيديو خفيف ظريف
بالنسبه معنا اعطيناكم جميع المعلومات، كنتمنى من الله التوفيق والله يوفق الجميع دائما وابدا. كنقول لكم دائما لايكات، الله يخليكم، اي واحد دخل عندنا عمل واحد لايك وخلينا واحد التعليق على هذه الصوره هذه اللي كنعطيكم الجميله. حنا كنعملوا محتوى اللي هو كيستافدوا الناس، ماشي محتوى ديال التفاهه. ولكني صراحه الناس ما كيستعملوش مع الفيديوز بزاف، ما عرفتش علاش، عرفت المشكل علاش. نتمنى من الله التوفيق، حنا كنعملوا المجهود ديالنا وكما كيبقى على الله. هذا اللي كان اخوان ديالنا، دائما البارطاج مع الاصدقاء. حنا الحمد لله عندنا ناس ديالنا اللي كيتابعونا وكيتواصلوا معنا دابا على واتساب، واللي بغى يدخل عندنا مرحبا به دائما على الخاص، وكنجاوبوا جميع الناس اللي كيتواصلوا معنا، كنجاوبوا الحمد لله على قد الاستطاعه ديالنا، ما غاديش نقول لكم اكثر، ولكن كنجاوبوا على الاستطاعه ديالنا. وكنتمنى من الله التوفيق، الله يحفظكم وتهلاو لي فاتكم. رمضان مبارك سعيد، رمضان هو السهله، وعيدكم مبارك سعيد، وكل عام وانتم بألف خير. تهلاو لي فاتكم، الله يحفظكم.